إذا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينة قلعة السراغنة، واللي من خلاله أنا لكم على الحصيلة الوبائية اللي عرفتها بلادنا خلال 18 ساعة الأخيرة. إذا مشاهدينا، عرفت بلادنا تسجيل 102 ديال الحالات خلال 18 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بالمملكة إلى 10,079 حالة. متتبعينا، كما تم تسجيل خلال 18 ساعة الأخيرة 35 حالة شفاء، الحمد لله، اللي كيرتفع عدد حالة الشفاء ببلادنا منذ بداية الجائحة إلى 8,319 الحالة، فيما استقرت حالة الوفيات في 214 حالة وفاة. كنطلب الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كل الوفيات برحمته الواسعة وأن يرزق أهلهما الصبر والسلوان. إذا مشاهدينا، أعلنت وزارة الصحة قبل قليل من يومه الاثنين حتى الساعة 10 عن تسجيل 102 ديال الحالات، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 10,079 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بلغت 538,667 حالة بعد التحاليل المخبرية، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 8,319، يعني بزيادة 35 حالة مسجلة تماثلت للشفاء خلال 18 ساعة الأخيرة، فيما استقرت حالة الوفيات 214 الحالة. إذن متتبعينا، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء، ونتمنى كذلك الشفاء العاجل لباقي المصابين ببلادنا، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يتغمد كل الوفيات لوفاتهم المنية بسبب هذه الجائحة، وأن يرزق أهلهما الصبر والسلوان. إذن مشاهدينا، كما تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وكذلك الانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن متتبعينا، إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر من مدينة قلعة السراغنة، ومن خلاله أعلن لكم عن الحصيلة الوبائية اللي عرفتها بلادنا خلال 18 ساعة الأخيرة. نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله. تحية للجميع.